قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة شرح برنامج GNSS3. النهاردة إن شاء الله معدنا مع تسطيب برنامج SDM Security Device Manager أو Cisco Security Device Manager على برنامج GNSS3 إن شاء الله. SDM يا جماعة هو برنامج بيغنيك عن الكوماند لاين انترفيس والسي ال اي، حاجات كتير قوي بيسهلها باذن الله. مثلا النات او الفي بي ان، الحاجات دي ان شاء الله اللي هيدرسها او اللي درسها فعلا هيكون عنده خلفيه بيها. انما الاس دي ام بيسهل حاجات كتير قوي، يعني بيسهل عليك حفظ اوامر كتير جدا، بس طبعا حفظ الامر اساسي ولابد منها في الامتحان، ولكن الناس اللي في الواقع او شغالين في الاي تي الاس دي ام بيسهل عليهم حاجات كتير جدا، بيسهل عليهم عمل كونفيجريشن كتير قوي وتجنب الاخطاء باذن الله سبحانه وتعالى. طيب قبل ما نسطب الاس دي ام بقى في مجموعه حاجات الاول عايزين نعملها. تعالوا نكتبها. اول حاجه مفروض تكون مسطب الجافا، تمام. اول حاجه مفروض تكون مسطب الجافا. تاني حاجه ستوب الفايروول، نوقف الفايروول من على الجهاز عشان ما تعملناش مشاكل ان شاء الله. تالت حاجه نوقف البوب اب بلوكر اللي هو في الانترنت اكسبلورر اللي هو بيوقف الاعلانات المزعجه وكده. رابع حاجه نسمح ان الاس دي ام يسطب البرامج او يسطب الملفات بتاعته على الجهاز عندنا، لان الانترنت اكسبلورر بيمنع العمليه دي. ليه يا جماعه؟ لان الاس دي ام هو اساسا ويب بيست ابلكيشن، يعني بيعتمد في الواجهه بتاعته على الاتش تي بي، تمام. ففي جانب سكيورتي في الويندوز اللي هو بيمنع الابلكيشنز اللي زي دي اللي هي تسطب بعض الملفات بتاعتها، وده طبعا جانب في السكيورتي، تمام. تعال نبدا عملي. بسم الله. اول حاجه نروح على الكنترول بانل، تمام. فين الفايروول؟ ادي الفايروول، انا اوريدي عامل لها اوف، موقف الفايروول من عندي، والجافا مسطبها من قبل كده. نروح على الانترنت اوبشنز، الانترنت اوبشنز نروح على البرايفسي بلوك بوب ابس، نوقف الخاصيه دي، يعني نسمح للبوب اب، تمام. الحاجه الاهم في الكونفيجريشن هنا اللي انت تسمح للاس دي ام اللي هو يسطب الملفات بتاعته عن طريق allow content، allow active content to run in files on my computer، تمام، عن طريق ال advanced tab وال security، ونعلم على الاختيار التاني apply.
بعد كده نقول له اوكي. الامر اللي بعد كده يا جماعه اللي احنا نسطب لوب باك انترفيس، لوب باك انترفيس. احنا عارفين يا جماعه ان اللوب باك انترفيس هو انترفيس وهمي اكنها كارت نتورك عاديه عندك على الجهاز، ولكنها كارت نتورك وهميه بتساعدك ان انت بتساعدك في بعض التطبيقات، ومنها التطبيق بتاع النهارده ان شاء الله اللي احنا نسطب الاس دي ام على الجي ان اس 3. طيب نسطب ازاي لوب باك انترفيس على الجهاز عندنا؟ دلوقتي احنا في الكنترول بانيل نقول له اد هاردوير نيكست، هيبحث اذا كان في حاجه متسطبه فيزيكال، طبعا مفيش ان شاء الله، مع ان الكاميرا بتاعتي انا لسه ما سطبتلهاش السوفت وير، بس كنسل سيبك دلوقتي. تمام هقول له yes I have already connected hardware، انا بالفعل موصله. فين الهاردوير بتاعك؟ هقول له add، اخر حاجه خلاص هقول له add a new hardware device، حاجه مش في الليسته اللي عندك دي. هيقول لي طب انا ابحث عنها ولا انت هتقول لي هي فين؟ اقول له هقول لك هي فين ان شاء الله، نيكست، واروح على نتورك ادابترز نيكست. اقول له مايكروسوفت لوب باك ادابتر، تمام نيكست نيكست. هيبدا يسطب اللوب باك ادرس انترفيس ان شاء الله. تمام بعد كده يا جماعه لازم نعمل ريستارت للجهاز. هو لسه بيسطب. تمام هو دلوقتي the following finish the following hardware was installed اللي هو اللوب باك ادابتر. تمام هنحتاج نعمل ريستارت للجهاز، نوقف التسجيل ونرجع ان شاء الله بعد الريستارت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني الحمد لله بعد ما عملنا ريستارت للجهاز. دلوقتي لو بصينا على الانترفيسز اللي عندنا او النتورك انترفيس كارد اللي عندنا، هنلاقي عندنا اتنين نتورك انترفيس كارد، عندنا واحده الحقيقيه مكتوب تحت منها ريال تك اللي هي الفيزيكال الحقيقيه اللي عندي، والتانيه اللوب باك مكتوب تحت منها مايكروسوفت لوب باك ادابتر. هو هنا كاتب تحت منه ايه؟ اسكوايرنج نتورك ادرس، يعني لسه بيبحث عن نتورك ادرس او بيبحث عن دي ان اس يديله الاي بي بتاعه. لو عملنا دبل كليك عليها كده اهو بروبرتيز، تمام الجواب متسطب الحمد لله. طيب ادي نتورك انترفيس كارد بتاعتنا الوهميه اللوب باك. ننزل على الانترنت تي سي بي اي بي بروتوكول ونقول له بروبرتيز ونحط له الاي بي ده 192.168.10 168.10 واحد، وخليها اتنين، وادي السبنت ماسك ونحط له الديفولت جيت واي 192.168.10 واحد، وبرضو الدي ان اس سيرفر هيبقى نفس الجيت واي 192.168.10 واحد. قول له اوكي كلوز. تمام بعد ما سطبنا الحمد لله اللوب باك وعطينا له اي بي ادرس، هنلاقيه تحت عندنا هو مكتوب لوكال اريا كونكشن تو كونكتد، الستيتشز بتاعتها كونكتد. طيب تعالوا يا جماعه بقى نفتح برنامج الجي ان اس 3. ونفتح بروجكت جديد نقول له مثلا اس دي ام واحفظه لنا في الديسكتوب، في الديسكتوب اعمل ملف جديد اسمه اس دي ام اوكي، ونحفظ الان فريمز والكونفيجريشن فايلز ونقول اوكي.
تمام. بعد كده نختار كلاود، تمام، دبل كليك عليها، نعمل لها كونفيجريشن ان شاء الله. طيب دلوقتي يا جماعه الكلاود دي الكلاود عايزين نوصلها باللوب باك انترفيس اللي احنا عملناه. طيب لو عملنا دوسنا على المربع ده والمستطيل ده هنلاقي عندنا سطرين، سطر بيقول لي انت عندك النتورك ادابتر الحقيقيه بتاعتك اللي هي ريال تك، وعندك اللوب باك. طبعا انا عايز اوصلها باللوب باك، فاختار اللوب باك واقول له اد واقول له ابلاي واقول له اوكي. ناخد راوتر 3640، دبل كليك عليه، كونفيجوريشن، نحط له وكايه وان فاست ايثرنت، اوكي، نوصل مانيوال. بص يا جماعه طلع علينا ايه، طلع علينا اللوب باك اللي احنا عملناه، تمام، ونوصله هنا على الانترفيس الوحيد اللي هو الفاست 00، ونعمل على ار 1 ستارت، وعبال بقى ما هو يعمل ريستارت تعالوا يعني نكتب الاوامر اللي احنا هنحطها على الراوتر ان شاء الله. الاوامر يا جماعة اللي احنا بنحطها على الراوتر دي ينفع تحطها لو الراوتر شغال، يعني لو الراوتر فعلا في حالة برودكشن، او لو الراوتر انت اول مرة لسه جايبه سيان، يعني ممكن تحطها لو الراوتر في برودكشن وشغال في نتوركس عادي خالص، وممكن تحطها لو انت لسه اول مرة جايب الراوتر. طب ايه هي الاوامر دي؟ لو احنا مثلا في الكونفيجوريشن مود، يعني مثلا الراوتر اسمه ار كونفيج علامة الهاش، هنقول له ايه؟ هنقول له اي بي اتش تي بي سيرفر، تمام، وفي في نفس الكونفيج برضو هنقول له اي بي اتش تي بي سكيور داش سيرفر، تمام، نفس برضو احنا لسه في الكونفيج هنقول له اي بي اتش تي بي اوثنتيكيشن لوكال، اي بي اتش تي بي اوثنتيكيشن لوكال، ونحط يوزر نيم وباسورد، ونحط يوزر نيم وباسورد. برضو احنا لسه فين؟ في الكونفيج، في الجلوبال كونفيجوريشن مود، هنقول له مثلا يوزر نيم احمد، بريفليج 15، وال 15 ان شاء الله هنشوفها كمان شويه وقصتها ايه، ونقول له السيكريت مثلا سيسكو. وليه اخترنا سيكريت ما حطيناش باسورد؟ حطينا سيكريت هنا يا جماعه لان السيكريت بيستخدم انكريبشن ام دي 5، واقوى بكتير من الـ من الـ من الانكريبشن اللي بيستخدمه الباسورد العادي. لو احنا كتبنا باسورد، الباسورد بيستخدم انكريبشن تايب 7، انما السيكريت بيستخدم تايب 5، تمام. لو احنا خلصنا لغايه كده نخش على اللاين مود اللي هو الفي تي واي ار، برضو كونفيج، ونقول له لاين في تي واي مثلا من 0 لحد 4. دلوقتي هيقول لي انت في اللاين مود، تمام. في اللاين بقى في اللاين مود بنكتب ايه؟ بنقول له بريفليج ليفل 15، ونقول له لوجن لوكال، ونقول له ترانسبورت انبوت
تلنت او اس اس اتش، يعني اقبل الكونكشنز اللي هتعمل معاك تلنت او اس اس اتش. تلنت يعني كلير تكست، اس اس اتش يعني انكريبتد. تمام، دي الاوامر ان شاء الله اللي احنا هنستخدمها في الراوتر. تمام، طيب نخش بقى على الراوتر. نفتح الكونسول، طيب احنا دلوقتي في الراوتر يا جماعه، نقول له انيبل كونف تي، هنقول له اي بي اتش تي بي سيرفر تمام، ونقول له اي بي اتش تي بي سكيور سيرفر. طب ليه يا جماعه؟ لان لو انت بتعمل حساب الحالتين، لو انت شغال اتش تي بي يعني حاجه مش انكريبتد ماشي، او لو انت شغال اتش تي تي بي اس هايبر تكست ترانسفير بروتوكول سكيورد عادي هيقبل معاك العمليه عادي. تمام، طيب هو دلوقتي بيعمل جنريت الار اس اي كيز طولها 1024 بت عشان الاوثنتيكيشن. تمام، انتر، هنقول له اي بي اتش تي تي بي اوثنتيكيشن اي بي اتش تي تي بي اوثنتيكيشن لوكال. تمام، ونقول له يوزر نيم احمد بريفيليج 15 سيكريت سيسكو انتر، ونخش على الفيرتشوال تيرمينال لاينز. من 0 لـ 4 مثلا، ونقول له بريفيليج ليفل 15. طيب خلينا بس الاول نشوف ايه حكايه البريفليج دي. لو عملنا علامه استفهام او مسافه علامه استفهام، هيقول لي انت ممكن تحط البريفليج ليفل من 0 لـ 15. 0 ده يعني لو اليوزر ده يوزر عادي هيخش اكنه داخل في اليوزر مود، تمام، ملهوش صلاحيات كتير. ال15 اللي هو اكنك في الجلوبال كونفيجريشن مود، يعني ليه كل الصلاحيات على الراوتر. طبعا بيبقى في حاجات في النص 12 و13 و14، الحاجات دي طبعا بيبقى لها كونفيجريشن في ال سي سي ان اي سكيورتي او سي سي اس بي على ما اعتقد، والله اعلم يعني. تمام، عامه احنا نقول له بريفليج ليفل 15، نقول له انتر لوجن لوكال. نقول له ترانسبورت انبوت تلنت او اس اس اتش سكيور. تمام، نقول له اكزيت. نخش على الانترفيس بتاعنا اللي هو الاف 00، الانترفيس الوحيد اللي موجود على الراوتر. هو على فكره احنا حطينا زيرو زياده، هو تقبلها عادي يعني. ف دلوقتي احنا على الانترفيس، نقول له اي بي ادرس 192.168.10.1، اللي هو يا جماعه ايه، هيبقى ده الجيت واي بتاع اللوب باك، هيبقى الراوتر هو الجيت واي بتاع اللوب باك. نقول له السبنت ماسك بتاعك 255.255.255.0 انتر نو شوت داون انتر طيب الحمد لله change state to up. طيب نحاول بقى نبنج من الجهاز بتاعنا على الراوتر،
ونشوف اللوب باك اشتغلت ولا لا. CMD تقول له بينك 192.168.10.1. الحمد لله رد عليا زي ما انتم شايفين. طب نحاول نبينج على اللوب باك 192.168.10.2. الحمد لله رد عليا كله تمام بفضل الله سبحانه وتعالى. نقفل و نروح بقى ان شاء الله عشان نسطب الـ SDM. بس قبل ما نسطب الـ SDM، اهم حاجة تعملها في شغلك طول ما انت على الراوتر اللي انت تعمل كوبي ران ستارت. نقول له دو كوبي ران ستارت، انتر، كونفيرم ستارت اب بيبيلدو. تمام الحمد لله. طيب دلوقتي بقى نخرج ونروح نسطب الـ SDM. ادي الـ SDM نبدأ ملف التسطيب. نيكست اكسبت. طيب هنا بيقول لي انت عايز تسطب الاس دي ام فين. هقول له ديس كمبيوتر، يعني انا عايز اسطبه على الكمبيوتر هنا او عايز اسطبه على سيسكو راوتر. هيتسطب جوه الفلاشه بتاعه الراوتر، بس ده طبعا لا ينصح بيه. ليه بقى؟ لانه هيستهلك جزء من الفلاشه، وبالتالي هيخنق الفلاشه عندك لو انت مثلا عايز تحط حاجات تانية على الفلاشة، الاي او اس مثلا، باك اب او كده. ولما انت تسطبه على الراوتر، مجرد اللي انت تكتب الاي بي بتاعه في الانترنت اكسبلورر هيفتح معاك على طول ان شاء الله، من غير ما تستخدم الاي اس دي ام على جهازك. تمام، وممكن تستخدمه على الاتنين، تسطبه على الجهاز وتسطبه على الراوتر. نيكست، عايزين نسطبه على الجهاز بس ان شاء الله. نيكست وبينستوله. طبعا سطبه، نقول له لانشو وفينش. ادي يا جماعه ال SDM لانشر. هنكتب هنا الاي بي بتاع الانترفيس بتاع الراوتر اللي هو كان 192.168.10.1، ونقول له لانش. ندوس على زرار اللانش، طبعا هيبدا الاكسبلورر يفتح ان شاء الله. هيطلب مني الباسورد، اليوزر نيم والباسورد. احنا قلنا اليوزر نيم بتاعنا كان اسمه احمد، والباسورد كانت سيسكو. نقول له ريممبر، لو انت عايز تخليه ريممبر براحتك، يعني حاجه ترجع لك. بس خلينا نبص هنا، قال لي ان الجافا انيبولد. الجافا انيبولد تمام، وانت بتستخدم براوزر انترنت اكسبلورر 6 مش مشكله، يعني اهم حاجه ان الجافا عندك انيبولد. لو كانت الجافا فيها مشكله عندك كان هيكتب لك هنا جافا نوت انيبولد، ونقول له اوكي.
طبعا بيفتح. لودينج سيسكو اس دي ام، بيعمل له لودينج. هنا الصفحة دي طبعا ملهاش لازمة دلوقتي، ممكن نقفلها. واللانشر برضو خلاص. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى بدأ ال اس دي ام يحمل اهو. نقطة مهمة يا جماعة، ممكن تفرق معاك وانت بتعمل اللاب، ما تنساش تعمل الاي دي البي سي، الاي دي البي سي في الجينس في الجي ان اس 3 عشان ما يعملش لود جامد عندك على البروسيسور. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى بدأ ال اس دي ام يحمل اهو، وننتظر شوية. شوف ال سي بي يو عامل ايه. تمام، فياريت بس ما تنساش، اعيد واكد على النقطه تاني، اللي تعمل الاي دي البي سي عشان ما يستهلكش بروسيسور جامد عندك في الجهاز. واحيانا ممكن الاس دي ام مش هيشتغل اساسا والله اعلم الا لما تعمل له الاي دي البي سي، عشان الجي ان اس 3 بيبقى واخد جزء كبير جدا او بيبقى واخد البروسيسور كله، فبالتالي الاس دي ام مش لاقي متنفس او مش لاقي مكان ليه في البروسيسور بحيث اللي هو يستارت اب. بعد ما حمل بيقول لي in order for SDM to deliver commands to your router, SDM needs to write a temporary file to your router's flash. عايز يكتب ملف مؤقت في الفلاش عشان يهندل فيه الكوماندز بتاعت الراوتر. ان شاء الله. اوكي ماشي يا عم، مفيش مشكله ان شاء الله. طبعا الجهاز بيحتضر ولكن خيرا ان شاء الله. تمام. الهدف يا جماعه من اللاب ده اساسا ان احنا ازاي نسطب ال اس دي ام على الجي ان اس 3، ولكن تفاصيل ال اس دي ام والخطوات اللي فيه دي طبعا عايزه لاب تاني او فيديو تاني، ولكن انا اكتفي هنا ان شاء الله ان احنا بس نبين الخطوط العريضه في ال اس دي ام. يعني مثلا هنا معلومات عن الراوتر بتاعك، الهاردوير بيقول لك ده سيسكو 3640، راوتر 3640 الافيليبل والتوتال ميموري. انت عندك فاضي الفري ميموري عندك 41، والميموري اساسا التوتال 128. 128 ده يا جماعه لان الجي ان اس 3 بياخد ديفولت للراوترات بتاعته بياخد 128. يعني مثلا لو احنا فتحنا الجي ان اس 3 هنا ورحنا على اديت وبريفرنسز وبصينا على الجنرال، لا على الداينامز والهايبر، لا سيبك من الهايبرفايزر، كانت فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الكونفيجر لو احنا عملنا تاني على الراوتر واحد، عملنا له كليك يمين كونفيجر، هنبص نلاقي ان الميموري ميموريز اند ديسكس بياخد رام 128 والام رام 128. طبعا لو احنا حبينا نسطب ال اس دي ام على الراوتر ذات نفسه، فيستحسن ان احنا نزود حجم الرام دي ان شاء الله. طبعا ده بياخد حجم الرام ده
زي ما احنا شايفين كده، ونرجع تاني للاس دي ام، نلقي نظرة سريعة عليه ان شاء الله. الفلاش ميموري الكباسيتي بتاعتها 8، الاي او اس فيرجن اللي هي انترنت وركينج اوبريتنج سيستم، الاي او اس بتاعنا الفيرجن بتاعها 12.3، وان شاء الله في حلقه جايه بامر الله هنتكلم فيها على انواع الاي او اس والفيرجنز بتاعتها والاختلاف ما بين الفيرجنز ان شاء الله. تمام. والاس دي ام ذات نفسه، البرنامج ذات نفسه الفيرجن بتاعه 2.5. طيب الاي او اس بتاعنا، الاي او اس بتاعنا اللي هو 12.3، ايه الفيتشرز اللي فيه؟ في الاي بي راوتينج، في الفاير وول، في الفي بي ان، في الاي بي اس اللي هو الانترجن بريفنشن سيستم، ناك نتورك ادمنستريشن كنترول، والله اعلم على ما اتذكر يعني، ونتورك ادمشن كنترول. طيب نيجي نبص على الكونفيجريشن، قال لك الاب في الانترفيسز والكونكشنز، قال لك الاب يعني الانترفيسز اللي قايمه عندك، عندك لان انترفيس واحد، عندك في اللان عندك واحد انترفيس بس. ليه يا جماعه؟ لان احنا لما جينا نكونفيجر الراوتر بتاعنا حطينا فيه انترفيس واحد فقط، حطينا فيه انترفيس واحد فقط اهو في السلوس، حطينا ايه نتورك موديول 1 اف اي 1 فاست ايثرنت. تمام. هنا بيقول لك حالته اللي هو اب، والانترفيس معمول له كونفيجريشن، يعني الانترفيسز اللي معمول لها كونفيجريشن محطوط عليها اي بي ادرس وسبنت ماسك واحد برضو، مفيش DHCP دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول سيرفر، مفيش DHCP. نيجي بقى للوان، طبعا الوان احنا ما حطيناش سلوتس فبالتالي كله داون. هنا الدي بي ان اب بس مفيش حاجه اساسا، لان مفيش سايت ما عملناش عليه كونفيجريشن للفي بي ان. الانترجن بريفنشن هو الاي بي اس، الراوتينج اللي هو هنا الراوتينج بروتوكولز بيقول لي مفيش لا ستاتيك راوتس، يعني مفيش ستاتيك راوتينج بروتوكولز ولا دايناميك راوتينج بروتوكولز. لو حبينا نبص هنا على على السكيورتي على الاي بي اس، هنا طبعا احنا في الكونفيجريشن التاسكس اللي عندك اهي في الجنب، عندك الانترفيسز اند كونكشنز، هنا هتعمل كونفيجوريشن للانترفيسز اي بي وسب نت ماسك ونوشت داون. تمام. قال لك دي الانترفيسز اللي عندك. تمام. هنا ممكن تأديت فيه يعني بليز تشوز ابجريد كونفيجوريشن لين، هو لين يا عم. تمام. هنا ديسيبل يعني هتعمل له شت داون. لو انت عايز تحط انترفيس جديد، بس احنا طبعا ما عندناش غير انترفيس واحد بس في البوكايه ذات نفسها. طبعا احنا هنا كان بيقول لي عايز تيست الكونكشن، لو قلنا له مثلا هنا ستارت بيشك على الكونكشن اهو ان بروجريس. طبعا البرنامج ده يعني بيوفر عليك كتير يعني ان شاء الله، حتى هو في المانيوال بتاعه كاتبين للمهندسين اللي هم خبرتهم قليله في الكوماند لاين انترفيسز. بس يا جماعه تبقى في النهايه الاسود اسود، والاسود اسود برضه. ال سي ال اي او الكوماند لاين انترفيس طبعا ليه هيبته، طبعا بيبقى الخبره اعلى بكتير. هنا بيقول لي الكونكشن فيلد refer to the reasons. طيب تعال نشوف الريزونز ايه. الفيلر ريزونز DNS configuration checks has failed, there are no DNS server configured، ما عندناش DNS server. تمام. retest connection after configuring DNS server. تمام. بيقول لي سطب DNS وتعالى اعمل check على الكونكشن تاني. تمام.
لو حبينا هنا نبص على الفايروول there are changes. هنا بيقول لي عايز تسيف الشينجز اللي انت عملتها، التغييرات اللي انت عملتها على الـ على الانترفيس ده. طبعا نقول له discard، نخش على الفايروول. هنا الفايروول بقى ويزرد وبيزك وادفانسد. لو انت عايز تغير البوليسيز بتاعتك في الفايروول، الفي بي ان، عايز تربط اتنين سايت عندك بالفي بي ان، النت يعني عقد العقد يعني. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى النت في الاي اس دي ام يعتبر ولا شيء، لكن النت لو انت بتعمله بايدك وبتكتبه كوماند لاين وستاندرد، وطبعا حوار تاني خالص. طبعا كتب تدرس في النت، ولكن مع الاس دي ام يعني ان شاء الله سهل بامر الله. وبامر الله سبحانه وتعالى هيكون في ان شاء الله دوره في النت على موقع المدونه بامر الله amnetwork.blogspot.com. هيكون في ان شاء الله كده دوره مبسطه عن عن الناتنج بامر الله، وهنحل كتاب تمارين، كتاب ضخم يعني، ضخم يعني في حدود حاجه و70 صفحه، ولكن في تمارين كتير جدا. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع المسلمين بها اجمعين. هنا بقى في ال نرجع تاني للفي بي ان، تمام. سيكيورنج اوديت، سيكيورتي اوديت، مراجعة السيكيورتي عندك. لو عايز تعمل بيرفورم على السيكيورتي، تشوف السيكيورتي عندك ايه. لو قلنا له مثلا بيرفورم سيكيورتي اوديت، هياخدني طبعا في وزرت نيكست نيكست نيكست. طبعا السكيورتي بيبقى فيه سيرفيسز ملهاش لازمه على الراوتر، فبالتالي هو بيوقفها لك اوتوماتيك يعني. زي مثلا السي دي بي، سيسكو ديسكفري بروتوكول، وحاجات تانية يعني، تمام. هنا بيقول لي اختار التراستد انترفيسز والانتراستد انترفيسز، تمام. طبعا احنا بس مجرد اللي احنا بنشوف ايه اللي موجود في الراوتر في الاس دي ام. عايز تخرج؟ ايوه يا عم، شوك، عايزين نخرج ان شاء الله، تمام. الراوتنج بقى على الراوتنج بروتوكولز. راوتنج بروتوكولز، هل هي دايناميك او هل هي ستاتيك؟ طبعا احنا ما عندناش ولا راوتنج بروتوكول. طبعا لو انت عايز بقى تضيف ستاتيك مثلا، عايز تضيف ستاتيك حتى من هنا، البريفكس اللي هو السبنت ماسك والانترفيس، وتحط الاي بي ادرس بتاعك. البريفكس هنا هتحط مثلا سلاش، بلاش سلاش، 24 مثلا. لو عملنا تاب بيبقى 255 255 255 0، تمام. لو انت عايز تخليه ده الديفولت راوت، الديفولت راوت يا جماعه اللي هو كان ايه، 4 اصفار 4 اصفار، اي بي راوت 4 اصفار 4 اصفار، الاكزيت انترفيس، تمام. كنسل طبعا الناتنج، الانترجن بريفنجن بريفنجن سيستمز، الاي بي اس، كواليتي اوف سيرفيس، الناس بتوع السي سي في بي، و الفويس. اي كواليتي اوف سيرفيس اهي، فويس، فيديو، داتا. طبعا الداتا اقل حاجه في الـ في الكواليتي اوف سيرفيس يعني، لان هي مش تايم سنسيتيف زي الفويس او الفيديو. ال ان اي سي نتورك ادمشن كنترول، طبعا تحتاج يعني يا جماعه ان انت تقضي وقت اطول مع الـ مع الاس دي ام، بس لازم الاول تكون يعني اتقنت ال سي ال اي والاوامر دي، بحيث يكون ال اس دي ام ايه زي ما تكون ايه، استراحه محارب يعني. ولكن الاساس اللي هو السي ال اي، على فرض ان انت مثلا ابسط حاجه اللي انت في الامتحان، فالسي ال اي ده الاساسي عندك. انت بتروح تقدم مثلا في شغل، بيجوا يختبروك وقت الامتحان، ما بيبقاش فيها اس دي ام، لا بيبقى فيها اوامر وكده، وناتنج بتبقى عامله بايدك وحاجات من هذا القبيل يعني. في بقى الاديشنال تاسكس هنا،
الاديشنال تاسكس فيها ايه؟ فيها دي اتش بي ودي ان اس والميثودز والاي سي ال اكسس ليست. طبعا الاكسس ليست طبعا هنا بقت حاجه في منتهى السهوله بفضل الله سبحانه وتعالى. اكسس ليست بدل ما انت كنت تقعد تكتب اوامر وتغلط في الامر وطب نوع البروتوكول ده يو دي بي ولا تي سي بي ولا طبعا هنا بفضل الله سبحانه وتعالى الامر اسهل بكتير. مثلا لو ادي هنا حط لها اسم، هل هي ستاندرد ولا اكستندد، النوع بتاعها طبعا هنشرح ان شاء الله في دوره قادمه بامر الله سبحانه وتعالى قريبا بامر الله. الاي اس ال اليو ار ال فلترنج، لو انت بتعمل فلترنج على الناس اللي بتخش على النت، عايز تمنع مواقع ايه، عايز تسمح بمواقع ايه، تقول له بيرميت ولا ديناي. طبعا في الاي سي ال طبعا يعني خير ان شاء الله. طبعا التريبل اي، التريبل اي بتاع السيرفر بتاع الاوثنتيكيشن، اوثنتيكيشن بروسيس زيه زي التكاكس. طبعا وحاجات البولز. لو حبينا مثلا نبص هنا على المونيتور، طبعا يعني الجهاز بيحتضر الحمد لله رب العالمين. هنا هيقول لك السي بي يوزج بتاع الراوتر عندك في شغل ولا لا. هنا 24%، هنا استخدامك للميموري قد ايه، حالة الانترفيس هل هي اب ولا هي داون. طبعا ده كده يعني يعتبر ملخص للوضع كله، ملخص الوضع كله في الشبكة في الراوتر عندك اسف. فايل لو انت عايز تسيب الرننج كونفيج، لو انت عايز تاخد كوبي من الرننج كونفيجريشن عندك على الجهاز، طبعا بيغنيك عن ان شاء الله عن حكاية التي اف تي بي سيرفر واللي هو ياخد كوبي وكده. بالعكس انت هنا بتاخد الكونفيجريشن، بتاخد منه نسخة. لو حطينا مثلا هنا نسخة عندنا على الجهاز وقلنا له سيف، نطلع نبص عليها. لسه ما سيفهاش. عامة يعني مش مشكلة قبل ما هو سيفها يعني بياخد وقته. نرجع لل SDM تاني ونلقي نظرة سريعة كده. ال edit ال preferences بتاعتك في ال SDM ايه؟ ايوه يا جماعة ادي اهو ال SDM config سيفه. لو قلنا له مثلا open with notepad، خلي بريفرنسز شوية ثواني. طيب هنا هيقول لك ادي الرننج كونفيج عندك اهو، تمام الفيرجن و تمام خير ان شاء الله. نرجع للبريفرنسز تاني. هنا بيقول لك عايز تشوف الاوامر قبل ما يطبقها، سيف سيجنتشر فايل تو فلاش، مش عارف يعني ايه بس خير ان شاء الله. كونفيرم بيفور اكزيستنج، اسالني قبل ما تطلع من الاس دي ام. كونتينيو مونيتورنج انترفيس ستاتشز وين سويتشنج مود تاسك. استمر في عمل مونيتورنج الانترفيس وين سويتشنج مود تاسك، لما تقلب من المود للتاسك اقصى عدد للانترفيس اللي ممكن تراقبها في الشاشه الواحده قد ايه. قلنا له كنسل، نرجع لل SDM تاني. هنا في السيرش وهنا في الهلب. الفيو بقى في الشكل اللي عندك، عايز تحط الهوم مثلا،
الكونفيجوريشن اللي هو اللي هم الحاجات اللي فوق دي يا جماعه السيرش، تمام. الديفولت رولز، شو كوماندز، مثلا قلنا شو كوماندز هنا، هنا مثلا الكوماند بيقول لي الكوماند اللي انت عايز تشوفه ايه. قلنا مثلا نقول له شو فلاش مثلا، او ماشي، او شو ستارت اب كونفيج، اسهل يعني، احسن يعني ان شاء الله. قلنا له شو ستارت اب كونفيج، ايه اللي في الكونفيجوريشن عندنا في الستارت اب؟ قال لي ادي الحاجات اللي عندك، ادي running config. قلنا مثلا شو فلاش، الفلاش فيها ايه؟ طيب ايه الاي او اس اللي فيها، او ايه فيها الملفات اللي حاطينها عليها. قال لي انت مش حاطط ملفات حاليا على الفلاش، عندك 8 ميجا افيليبل، تمام. وكذلك يعني الايه اوامر الفلاش، لو قلنا مثلا شو فيرجن، شو ادي الفيرجن بتاعت الراوتر والاي او اس، لو انت عايز تسيبها الفايل. طبعا مش عايزين نسيبها دلوقتي ان شاء الله. وريني الرانينج كونفيج اللي عندك، ايه الرانينج كونفيجوريشن اللي عندك دلوقتي حاليا؟ اد رانينج كونفيجوريشن اهو، قلنا له كلوز. هنا نشوف للتولز مثلا للسيرج، لو انت عايز تبنج على حاجه، لو انت عايز تعمل تيلنت سكيورتي اوديت، السكيورتي اللي احنا شفناها قبل شويه، كونفيجوريشن مانجمنت. تعالوا نشوف ايه كونفيجوريشن مانجمنت دي. الكونفيجوريشن مانجمنت طبعا زي ما احنا كنا شفناها قبل كده، اللي هي الدي اتش بي والدي ان اس والاكسس ليست والنيتنج وكده. لو انت عايز تابديت الاس دي ام، عايز تابديته من سيسكو، من سيسكو ذات نفسها، ولا عايز لو انت عندك نسخه من على الـ على الـ على الـ على الهارد عندك، او لو انت عندك سي دي. ده الهيلب بتاع الاس دي ام. قلنا له الاباوت، هيقول لك الفيرجن بتاعته 2.5. قلنا له كلوز مثلا. تعالوا بقى يا جماعه نقفل الاس دي ام، هيعمل لي كونفيجوريشن، قصدي الكونفيرميشن اللي احنا كنا شفناه من شويه في البريفرنسز. نقول له ايوه عايز اخرج. في نقطه مهمه يا جماعه، ان احيانا ان يكون الاي او اس اللي انت شغال عليه ما بيسبورتش الاس دي ام. ففي المانوال بتاع الاس دي ام، وهنحط ان شاء الله، هننزل ان شاء الله، هعملها احطها لكم ان شاء الله مع الملف. ان في بعض الاي او اس ما بتمشيش على الاس دي ام، فبالتالي لازم يكون عندك خلفيه بالاي او اس اللي هي بتسبورت الاس دي ام. هنزل لكم ان شاء الله يا جماعه الكام صفحه البي دي اف دول بامر الله مع الفيديو. واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع المسلمين بها، وان يجعلها نافعه لهم، وان ينفعوا بها امتهم ان شاء الله. وفي الختام اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وان ينفعكم به سبحانه وتعالى، انه ولي ذلك والقادر عليه. واسالكم الدعاء لي ولوالدي وللمسلمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى اله وصحبه واخوانه اجمعين.